هذا يرى بعين عبد الدنيا، تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش في رواية. يعني ما معنى عبد الخميصة؟ يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب، يلبس يشتري، هذا أمره في الحياة هكذا. سبحان الله، هذا أمره في الحياة. يعني أمره في الحياة يقول لك عرض أزياء الرجال، عرض أزياء الرجال. يا أخي البس، هذا خطأ. هذا يعني يكون هذا أملك، خليها وسيلة، كل هذه وسائل. بالمناسبة، من يعمل في هذا المجال استترجاني بمن من يقوم بعرض الأزياء للرجال والنساء؟ للرجال يمكن تمشي شوي، يمكن يعني نتغاضى عنها. للنساء المصيبة يعني يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الله، هو مش من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار مشاهد، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر معاه. يعني هو يعرض البنت عشان يلبسها لباس تخرج به على على البتاع الحضور أمام الحضور. كل ناظر يأخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سيئات المصمم والمنفق والمعلن. ونحن لماذا ننظر بالإعلام؟ ولماذا ننظر؟ نحن نعمل بالإعلام. لا لا، نغض بصرنا. يجب أن يكون الإعلام وفق مرضات الله. ماذا أقول لله يوم القيامة؟ أقول أنا يعني بوأتك مكانة إعلامية، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء أم غطيتهم؟ هل قدمت خيرا أم قدمت صاحب العمل هذا مسؤول؟ لا إله إلا الله، هو المسؤول رقم واحد. معه بالريموت كنترول ليقلب القنوات كيف ما شاء. كيف يقلبها يعني؟ المشاهد. المشاهد عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره. هذا دوره. يتقي الله ولا يلقي بهذا باله. يعني أريد أن أطمئن، نحن لا نأثم بهذا العمل. إذا أنكرنا. أيوه. إذا أنكرنا ولم نشاهد ولم نبحث. ها؟